رشيد، انا برك نقرا لك القانون اللي راهو عندك، الماده 81 من قانون الشان. تفضل. يقول بور توت ايكيب كاليفي على فاز فينال، l'association nationale concernée est tenue d'engager sa meilleure équipe représentative. Si une association déclare par la voix de ses officiers, y compris les entraîneurs, qu'elle alignera une équipe autre que sa meilleure équipe représentative, la commission d'organisation prendra toutes les sanctions qu'elle jugera nécessaires. ماذا يمكن ان تتوقع من عقوبات على المنتخب المغربي او الاتحاد المغربي في حال يعني ثبوت اشراكه، يعني كان ثابت اشراكه لمنتخب اقل من 23 سنه، او اشراكه لمنتخب لا يضم افضل لاعبي البطوله المغربيه. لا كوميسيون دورغانيزاسيون بروندرا توت لي سانكسيون كال جوجرا نيسيسير. ما طبيعه العقوبات المحتمله على المغرب؟ وهل الكاف، ونحبس في هذه النقطه مهمه لي جدا، هل الكاف لن تشعر بحرج قبل اعلان البلد الذي سينظم كان 2025؟ كيف لاتحاد مغربي عضو في الجمعيه العامه للكاف وعنده عضو ممثل في المكتب التنفيذي للكاف، يعني يدوس على منافسه افريقيه اللي هي الشان، ثم الكاف تعطيه شرف تنظيم كان 2025؟ شكرا على التساؤل. اولا انا قلت لك فيما يخص العقوبه راك الماده راهي تخلي الحريه للجنه المنظمه في سلسله العقوبه اللي تشوفها هي مناسبه. ربما تكون غرامه ماليه فقط، يعني ربما تكون غرامات ماليه فقط، ولكن انا نزيد نقول لك ان الجامعه المغربيه لكره القدم لما اتخذت هذا القرار هي على يقين انها سوف لا تصدر اي عقوبه ضدها. احنا نعرفوا التاثير تاع رئيس الجامعه في دواليب الكاف. انا اظن عندهم كل الضمانات باللي ما يصدروش عليهم عقوبه عليها. انا جيتك يعني عليها، انا قلت في القراءه تاعي القرار اللي اتخذوه اللي نشروه في بيان تاع الاشغال المكتب التنفيذي الاخير للجامعه المغربيه لكره القدم، لما قالوا ان البطوله مش راح تتوقف اثناء الدوره، هو استباق للاحداث. انا نظن يعني سي كالكولي سي نيغوسي،